Wahabi, satu konspirasi Yahudi menjatuhkan Islam dari dalam. Apa itu Wahabi? Wahabi merupakan satu fahaman yang diasaskan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Fahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Abdul Wahab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan ajaran Islam sebenar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Siapakah Muhammad Ibnu Abdul Wahab? 1793, lahir di kampung Ainiyah, Najd, Arab Saudi. Ibnu Abdul Wahab adalah seorang yang lemah fikiran dan gagap. Ayah dan abangnya sendiri menganggap dia sebagai anak yang tidak siuman. Anda mendapat beritahu dalam Quran mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bertempat. Tempatnya adalah Arash. Dan Arash itu sebenarnya yang tidak tepat. Sedangkan pendapat lain pula mengatakan Allah itu sendiri yang tidak tepat. Minta penjelasan Ustaz menurut pandangan Ahli Sunnah Wal Jemaah. Yang sebenarnya Arash itu bertempat. Dan Allah tidak bertempat. Yang kata Allah bertempat, Arash tak bertempat, tak betul. Allah tidak bertempat. حركتهم ليس قيل عن قال بل هذا مؤلف هذا الكتاب هو مؤسس هذه الحركة فاسمعوا ماذا يقول في كتابه المسمى مؤلفات الشيخ الفلاني يعني مؤسس هذه الحركة في المجلد السادس صحيفة 227 اسمعوا ماذا يقول يوجه كلاما لشيخ كان في زمانه يقرأ المولد ويحضر في المولد ويحتفل بالمولد هو هذا انزعج منه فأرسل إليه يؤنبه اسمعوا ماذا قال له والناس يشهدون عليك أنك تروح إلى المولد وتحضر عندهم وتقرأه لهم وتأكل لقما من الطعام المعد لذلك فإذا كنت تعرف أن هذا كفر يقول كفر فكيف تذهب إليهم وتحضر معهم في كفرهم هذه فضيحة
هذا إمامهم يقول عن الذين يقرؤون المولد النبوي وعن الذين يحضرون في احتفالات المولد. لا تشبع أخي المؤمن من تحصيل علم الدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه أمور الدين، العقيدة والأحكام، فيجب الاعتناء بتعلم علم الدين من أهل المعرفة وليس بمطالعة الكتب. علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة الثقات الذين أخذوا ممن قبلهم، وهكذا يتسلسل إلى الصحابة. إخواني، يمر على الإنسان أحيانا أوقات يكون فيها من الغافلين، ثم يتيقظ ويتنبه فيطرق باب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وباب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، أي ما لم يغرغر، وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يرى ملك الموت عزرائيل. فهنيئا لمن تاب إلى الله توبة نصوحا.